مرحبا للجميع، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم اخترنا وصفة تركية وهي شيش برك، وهي الوصفة موجودة في بلدان الشام منها فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن وبعض البلدان. وصفة سهلة وفي نفس الوقت لذيذة. قبل المقادير لا تنسوا الاشتراك واللايك والمشاهدة للآخر، وشكرا لدعمكم للقناة. عنا طحين أبيض، وعندي نصف كوب من طحين الفينو اللي هو الدقيق سميد رفيع، وعندي الملح والماء الدافي. حطيت تقريبا 5 كاسات شاي من الدقيق الأبيض، طبعا لازم يكون مغربل، وملح، طحين الفينو أو سميد رفيع، والماء، ونعجن العجين. بعد ما تركنا العجينة ترتاح تقريبا شي نص ساعة، هلا بنفردها بالمفرد. بعد ما عجننا العجينة وخليناها ترتاح تقريبا ساعة على الأقل أو نصف ساعة، نمر إلى مقادير الحشوة. عندي البقدونس، عندي ملعقة صغيرة من البهارات العربية أو البهارات السبع، طبعا اللي متوفراش عنده هاي البهارات يستعمل بهارات الشاورما أو البهارات اللي بيستعملها دائما في الطبخ، طبعا من غير الكمون أو البابريكا. عندي نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة وجوزة الطيب، بصلتين متوسطتين الحجم، وعندي الكفتة هي اللحمة المفرومة، الزيت، بهار اللي هو الإبزار، وعندي الملح. زيت الزيتون لأنه بيعطي نكهة. مروا للمرحلة الأخيرة للشيش برك. هنستخدم ملعقة كبيرة من المايزينا اللي هي دقيق الذرة، عندنا الثوم مهروس، وعندي القزبر أو الكزبرة، الملح، وعندنا اليوغورت اللي هو الروب، عندي 1 كيلو على هذا الشكل. ما عندوش اليوغورت يستخدم اللبن العادي اللي بنشربه. قليل من الماء للمايزينا، نخلطها. نضيف الملح مع التحريك، مع التحريك المستمر.
وشيش براك عنا جاهز، من إن شاء الله تجربوه ويعجبكم. بالصحة والراحة. لا تنسوا لايك، اشتراك، مشاهدة للآخر.